قصصي حياة في حروف تختصر، فاسمع الحكمة حرفا، إن بالماضي ضرر، إن بالماضي ضرر، قصص تروى وتحكى، عبرا فكرا ونهجا، شهدت لله ربا، معجزات وسيار، معجزات وسيار. سبحان من أسرى بأفضل خلقه بمحمد خير الخلائق والورى، للمسجد الأقصى أتاه مشرفا من مكة قد سار من أم القرى، حيث التقى بالأنبياء يأمهم، صلى بهم جهرا وهلل كبرا، وعلى البراق إلى السماء معرجا، ومع الأمين بكل ثبت قد سرى، فعليهما منا السلام مباركا، وإليهما نزجي السلام معطرا. أحسن القصص حياة في حروف تختصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بكلمكم عن قصة الإسراء والمعراج وأهمية التفاؤل في الحياة. الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويخفف عنه ما لاقاه من أذى مع قريش. آذوه وسبوه واتهموه، وأيضا لما فقد زوجته خديجة وعمه أبو طالب، فكان التخفيف والتكريم من الله سبحانه وتعالى له بهذه الرحلة المباركة، رحلة الإسراء والمعراج. جاءه جبريل عليه السلام ومعه البراق، تلك الدابة المعجزة التي تضع قدمها حافرها إلى منتهى بصرها من سرعتها، سبحان الله، سرعة عجيبة وخارقة. فركب النبي صلى الله عليه وسلم على البراق وذهب به من المسجد الحرام، أسرى به من المسجد الحرام ليلا إلى المسجد الأقصى، حتى ذكر الله تعالى في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله تعالى أراد أن يريه من آياته ويخفف عنه ويكرمه. النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى المسجد الأقصى، ربط البراق مكان ما يربط الأنبياء، مكان ما يربط الأنبياء دوابهم، ودخل المسجد الأقصى وصلى فيه ركعتين، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماء، فمر على السماء الأولى والثانية والثالثة، وكل ما يمر على سماء يرحبون به، والتقى بالأنبياء، يرحب أهلا بالنبي الصالح، أهلا بالابن الصالح، وحتى وصل إلى سدرة المنتهى، والله سبحانه وتعالى فرض عليه 50 صلاة، 50 صلاة فرض الله تعالى على هذه الأمة. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى موسى عليه السلام وأخبره بعدما سأله، فقال له موسى عليه السلام: يا محمد، أمتك لا تطيق 50 صلاة، أنا جربت بني إسرائيل ما يطيقون، كيف 50 صلاة شاقة عليهم، فرجع إلى ربك سأل التخفيف. فرجع إلى الله تعالى يسأل الله تعالى، فالله تعالى كل مرة يخفف عنه حتى وصل ويراجعه، وظل يراجع ربه حتى جعلها 50 في العمل و50 في الأجر، يعني تصلي صلاة واحدة كأنك مصلي 10 صلوات، فضل من الله وكرم هذه الأمة، 5 صلوات. هذا دليل على ماذا؟ على أهمية الصلاة وعظمتها. الله فرضها فوق 7 سماوات، فهي عظيمة، هي معراج المؤمن، هي الصلة التي بين العبد وربه، لازم نحافظ عليها ونهتم فيها ونصليها في أوقاتها مع الجماعة حتى نفوز برضا الرحمن، وتقوى علاقتنا بالله تعالى، وتكون يعني تنهانا عن الفحشاء والمنكر، ونجد فيها راحة الروح وراحة القلب، أرحنا بها يا بلال. لما رجع
أن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المسجد الأقصى ومعه الأنبياء وصلى بهم صلاة الفجر، ثم بعدها رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في تلك الليلة وعاد إلى فراشه. في الصباح يسأل أبو لهب مستهزئا به: هل ماذا تقول اليوم؟ هل نزل عليك شيء؟ قال: لا، أنا أسري. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء. يجلس أبو لهب وكفار قريش يضحكون، يقول: نحن نضرب أكباد الإبل شهر إلى بيت المقدس ذهاب وشهر عودة، وأنت تقول في ليلة واحدة تذهب وترجع؟ هذا ما كلام، هذا ما كلام لا يصدق. حتى ذهبوا لأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخبروه: سمعت ما يقول صاحبك، يقول ذهب إلى بيت المقدس ورجع وبعد لا صعد للسماء. فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه: لئن قال ما قال لقد صدق، أنا أصدقه بأكثر من هذا، أصدقه بخبر السماء. ثم ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الناس، وقال له: صف لنا بيت المقدس. فوصفه لهم عليه الصلاة والسلام جزء ركن ركن، حتى قال: استشكل علي شيء نسيت، فالله تعالى جلاه لي أمامي وأخذت أوصف لهم وصف وصف. قالوا: طيب، مريت على القافلة مالنا؟ لأن قافلة جاية من الشام، رأيتها؟ قال: نعم رأيتها، وفقدوا جمل ويبحثون عنه. طيب متى تطلع قافلتنا؟ قال: تطلع عليكم غدا، غدا تطلع قافلتكم توصل. وظلوا ينتظرون القافلة، وبالفعل وصلت القافلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل آمنوا؟ ما صدقوا، والكفار زاد عنادهم وما آمنوا. يعني هاي سنة الله في خلقه، الذي لا يريد الهداية مهما تأتي له بالأدلة ومهما تأتي له بالبراهين ما يصدق، لأنه لا يريد الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقف عند هذا ولم ييأس عليه الصلاة والسلام منهم، بل ظل صابرا صامدا متفائلا بأن الله قادر يشرح صدورهم ويغير أحوالهم ويدخلوا في دين الله تعالى. فصلى الله عليه وسلم استمر في دعوته، وكان يدعو الناس إلى الله، يبين للناس عظمة الله، يبين للناس أنه يخاف عليهم من النار. وهكذا صلى الله عليه وسلم مع حرصه على ذلك كان أيضا يدعو صلى الله عليه وسلم إلى التفاؤل وحسن الظن بالله عز وجل. وورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فيما يروي عن ربه جل وعلا: قل أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فكيف نظن بالله؟ ينبغي أن نظن بالله خير، ينبغي أن نظن بالله تعالى خيرا، ولا نتشائم في الحياة بل نتفاءل. الأمر أمر من؟ أمر الله. من خالق السماوات والأرض؟ الله، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، فلما التشاؤم؟ ثم إن النظرة الإيجابية غير عن النظرة السلبية السوداوية، فكن إيجابيا يا أخي، انظر بتفاؤل للمستقبل، تفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءل، خلي نظرتك للحياة نظرة إيجابية. مهما أصبت بمشاكل، أحوال، ديون، أمراض، تفاءل بالخير، الله تعالى قادر يأتي بالخير. حتى الأسماء، النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم غير أسماءهم، مثل هذه اللي اسمها عاصية غيرها جميلة، تفاؤلا يتفاءل بالخير. حتى غير اسم حرب وحزن، غيرهم. لذلك التفاؤل بالخير مطلوب، شيء تركز عليه تجده. واحد يريد يشتري سيارة، نوع ما من السيارات، فلأنه يريد يشتريها كل ما طلع في الشارع يجدها أمامه، يجد منها كثير من هذه السيارة، من نوع هذه السيارة اللي يريد يشتريها. لماذا؟ لأنه أصلا مركز عليها، مركز على هذا الشيء. فلماذا لا نركز على الخير؟ لماذا ما نركز على الإيجابيات؟ لماذا ما نركز على التفاؤل، على النجاح؟ لما تتعامل مع شخص
ركز على إيجابياته يا أخي، لا تركز على سلبياته. كلنا ذو خطأ وكلنا ذو عيوب، فلازم يعني نصبر على بعضنا بعض ونتحمل بعضنا بعض. فحينما نركز على شيء ينبغي لازم يكون تركيزنا إيجابي، ما يكون تركيزنا سلبي تشاؤمي. فمثل ما يقول لا تكن كالذباب لا يقع إلا على الجرح، بل كن كالنحلة تأخذ الرحيق من زهرة إلى زهرة، من ثمرة إلى ثمرة، ويطلع منها العسل المصفى. فخليك إيجابي متفائل في الحياة، انشر الأخبار الطيبة في وسائل التواصل الاجتماعي، لا تنشر الأخبار السلبية التي يتشائم منها الواحد ويشعر بالقلق والاضطراب. هذا السلبي يمرض نفسه، بس يمرض نفسه يرفع ضغطه، لكن لما يتكلم كلام إيجابي ويسمع الكلام الطيب اللي يفرح القلب. حتى المريض لما تزوره يقول له كلام إيجابي، قل له معافى طهور أجر عافية. أما أن تأتي بكلام سلبي وتخوفه، لا، ما ينبغي. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ويجعلنا من المتفائلين في الحياة، الإيجابيين في نظرتهم إلى الحياة وإلى الناس، الذين يتيقنون بالله ويتوكلون على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه ومؤيده وناصره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونهجا شهدت لله ربا، معجزات وسيار، معجزات وسيار. فتأمل وتعلم وزرع الخير.